توقف جيش الاحتلال عن استهداف منازل المواطنين منذ شروعه في عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، مجزرة كبيرة شهدها حي التفاح عندما قصفت طائرة مقاتلة هذا التجمع لمنازل عائلة البطش دافنة تحت أنقاض دماره جثامين 18 شهيدا. هم لو أنهم عندهم دولة عن صحيح ومعروفة إنها دولة صحيح وبتعرف الحق ولا لهذا كان بضربوش الصواريخهم على دور الناس. حماس ما بتجيش في بين الدور وتضرب صواريخها. في هناك ما زال 4 جثث تفتتت أو 5 جثث لم نعثر. ليش؟ لأنها فتات. فيمكن يعني هذا التعزير والحاجات هذه كان للبحث عنهم ولم نجد منهم شيء. الجيش الإسرائيلي لم يبلغ العائلة قبل قصف منزلها، ما يفسر وقوع هذا العدد الهائل من الشهداء والجرحى. ونحن نغادر منزل عائلة البطش المهدم، سمعنا صوت صاروخ إرشادي أطلق على سطح منزل هنا، واتضح لنا من أهل الحي أنه سطح منزل المواطن أكرم السويدان، وينتظر الآن في أي دقيقة بعد أن أخلي المنزل أن يتم قصفه بطائرات F-16 بصواريخها المدمرة بشكل كبير. أهل الحي في حالة قلق وخوف وترقب كما تشاهدون. غادرنا المكان وهو لم يقصف بعد. المدة بين التحذير والقصف التدميري تختلف من حالة إلى أخرى، أحيانا لا تتجاوز الدقيقة، وفي بعض المرات تطول ليوم أو يومين. ليس كل من يقصف منزله مرتبطا بالعمل العسكري المقاوم. هذا منزل الدكتور ناصر التتر مدير مستشفى الشفاء، لم يسلم هو الآخر من الاستهداف. أي شخص اليوم عندك بيوت آمنة في بيوتها ما فيش عندهم أي شيء، بيقصف البيت على العساكني بدون سابق انذار. يعني احنا لسه الحمد لله انهم اعطونا انذار، في ناس بيعطوها انذار في ناس ما بيعطوها انذار. يعني ممكن يعطوهم انذار على التليفون تلاقيه ضربت في F-16 وبدون يعني اي علم مسبق. يعني ووفق المصدر الاورو متوسطي لحقوق الانسان فان 1512 منزلا تضرروا بشكل كامل او جزئي جراء استهداف طائرات الاحتلال. تدمير المنازل سياسة أعادت دولة الاحتلال تفعيلها في قطاع غزة، تغطية على عجزها الاستخباري وعدم قدرتها على ضرب مواقع حقيقية للمقاومة. أسلوب ضغط وابتزاز يدفع ضريبته الأكبر المدنيون. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين.